روح العزيمه اللي عنده واللي وصلته لتحقيق الميداليه الذهبيه للتايكوندو البومزا. معانا البطل احمد حسن ابو شادي اللي قدر انه يحصد الميداليه الذهبيه في منافسات البطوله. صباح الخير عليك والف الف الف مبروك. صباح النور، الله يبارك في حضرتك. احمد، كلمنا عن لحظات الفوز، يعني وانت واقف كده وخدت ميداليه ذهبيه، احساسك ايه وانت رافع العلم؟ لا طبعا هي احسن احساس في الدنيا، يعني انت تبقى تعبت في حاجه وناس كتير تعبت معاك فيها وتوفيق ربنا برضه يحالفك يعني ان انت تعمل كده، وفي الاخر بقى ان انت بقى تاخد الميداليه وترفع علم مصر وتشوف بقى فرحه الناس وانت تبقى فرحان وبتستريح بقى بعد كل التعب اللي انت تعبته وكده، وفرحه المدربين طبعا احساس يعني كويس. حاجه تشرف يا احمد، والله الف الف مبروك. بالنسبه لك البومز اسهل ولا التايكوندو العادي اسهل؟ والله التايكوندو يعني هو مش التايكوندو العادي، هو التايكوندو ده مقسوم نصين اللي هو الكروجي والبومز. ماشي. هو كل حاجه ليها صعوبتها، يعني انت الكروجي موضوع ان انت بتلعب قدام حد يعني ده التايكوندو اللي احنا عارفينه ده. اه ده اللي هو الفايت العادي. أوه. انت بتلعب حد فبتلعب ناس مختلفه، ده بيعمل حاجه معينه فانت بتغير مثلا اسلوبك او بتلعب على حسب اسلوبه او بتعمل حاجات معينه تكنيكات ان انت تقدر تواجه بيها اللي هو بيعمله، طبعا ده ليه صعوبه. وفي التايكوندو بقى اللي هو البومزه ده طبعا ليه صعوبه ثانيه، ان هو كل واحد يبقى ليه الستايل بتاعه والطريقه بتاعته مختلفه عن باقي الدول. طبعا مصر احنا كان لنا ستايل مختلف جدا عن افريقيا، والاصعب بقى من كل ده اللي هو الفري ستايل بقى اللي هو العرض اللي بقى فيه بقى شويه اجباريات، بقى فيه داخل فيه جمباز، داخل فيه حركات، ده بيبقى معتمد بيكون ليك محاوله واحده بس. اه ده بيبقى الكرياتيفيتي بتاعك انت وبتاع المدرب بتاعك، انهي دوله تعمل جمله احسن من الثانيه وازاي تقدر تاديها باحسن شكل وباحسن اداء زي ما اتمرنت بالظبط. احمد كمل سامعينك. بس هو ده. طيب مين وانت بتنافسه كده حسيت انه ده يمكن اصعب منافس ليك؟ حسيت بالمباراه دي كانت صعبه شويه، والتكنيك بتاعك كان ايه عشان تتغلب عليه؟ هو بصي، هو كان اصعب منتخب واجهناه طول البطوله يعني كان منتخب السنغال. اوكي. منتخب السنغال كان منتخب قوي جدا وكانوا يعني كويسين يعني ما شاء الله. بس فاحنا ما كناش مركزين معاهم على قد ما كنا مركزين ان احنا نعمل احسن حاجه عندنا، احنا اتمرنا اكتر وتعبنا اكتر وكده. فاحنا كنا مؤمنين جدا يعني احنا عملنا احسن حاجه عندنا مع توفيق ربنا. ان شاء الله هنعدي منتخب السنغال، وما نقعدش بقى نركز هم احسن في ايه واحنا احسن في ايه ونشوف، لا احنا نعمل احسن حاجه عندنا واللي اتمرنا عليه وخلاص، توفيق ربنا معانا والحمد لله. هو ده اللي حصل يعني الحمد لله. هايل. طيب احمد، احنا تمثيلنا عامل ازاي في هذه البطوله؟ يعني نعم، تمثيلنا عامل ازاي في هذا في هذه البطوله؟ والله يعني شايف ان احنا بجد احسن منتخب في البطوله دي وبفرق كبير، يعني احنا حتى المركز الاول اللي خدناه بعدد الميداليات والبوينتس وكده احنا في فرق بيننا وبين المركز الثاني كبير يعني. فشايف ان احنا كنا احسن تمثيل يعني في البطوله، مش اللي هو مش اي تمثيل مشرف وخلاص، لا احنا كنا احسن تمثيل. انا بسالك ليه؟ عشان تايكوندو البومز ده يمكن في ناس كتيره ما سمعتش عنه قبل كده. فعشان نقول لا احنا عندنا نماذج، يعني عندنا ناس جابت ذهبيات وعندنا نماذج ثانيه، نماذج متفوقه في هذه اللعبه. ايوه، هو بس اللي فارق شويه الناس كلها عارفه الكروجي عن البومزا، ان الكروجي لعبه اولمبيه. البومزا لسه ما دخلتش اولمبياد، هو اعتقد داخله في 2024 اللي هي في باريس، بس هي الناس كلها ما تعرفهاش لان هي الكروجي لعبه اولمبيه اكتر، عندنا شبه هدايا ملاك، سيف عيسى، ميداليات اولمبيه وكده، فالناس كلها بتبقى ايه عارفه الكروجي اكتر، الا بقى اللي بيلعب تايكوندو، عامه بيبقى عارف طبعا البومزا وعارف اللي فيها وعارف اكيد طبعا الابطال والناس الكويسه اللي فيها، بنبقى كلنا عارفين بعض يعني. طيب انت قادرين نحدد مستوانا لو لعبنا مع منتخب اوروبي، يعني هنقدر نعلق ان شاء الله ميداليات في اولمبياد باريس ولا لا؟ والله هو انا شايف ان المشكله مش في اوروبا يعني. هو اوروبا سهل يعني مستوانا مش بعيد قوي عن اوروبا، يعني شويه تمرين وشويه حاجات احنا قريبين من اوروبا، هي المشكله كلها في شرق اسيا. اوكي. شرق اسيا اللي هي كوريا والصين واليابان، اللي هي دي اصلا الالعاب دي من عندهم، فيعني هي اصلا اللعبه دي من كوريا، فطبعا بقى كوريا يعني موزعاها كده على الدول اللي حواليها، فهم يعني من في موضوع البومز كمان وفري ستايل ده هم شبه مسيطرين شويه، اللي هم معاهم كل حاجه عارفين كل حاجه. فشايف ان احنا لو بنتمرن مع ناس زي، يعني احنا المدرب بتاعنا كوري، فاستفدنا منه جدا ومستوانا عالي كله في فتره صغيره جدا،
فالموضوع ده لو كان من زمان او يكمل معانا اكتر، فشايف ان الموضوع ده هيبقى بالنسبه لنا اوروبا مش هي المشكله يعني. احمد انت لسه بتدرس مش كده؟ انا لسه في اول سنه في هندسه اسكندريه. والدراسه عامله ايه؟ انت لسه داخل كليه جديده يعني وهندسه، ف انا خلصت اول سنه الحمد لله. والله موضوع ان انت يعني توقف بين الرياضه والدراسه صعب يعني بصراحه، بس هو مش مستحيل، هو تظبطه عادي. صعب جدا وخصوصا انت في هندسه برضه يعني، ده كليه هندسه كليه قمه. الكليه عندي صعبه شويه طبعا، بس ان شاء الله يعني كل حاجه هتتظبط يعني. طب احمد خليني اسالك، ايه التسهيلات اللي انتوا بتبقوا محتاجينها عشان مستواكم يبقى احسن وتتمرن براحتك من غير ما يبقى فيه ضغوطات ان انا عليا مشروع في الكليه او كذا او كذا؟ هل بتبقوا محتاجين تسهيلات في الدراسه اكتر؟ بصي، هو موضوع التمرين ده احنا معانا تقريبا الجهاز الفني 10 مدربين متوزعين على المحافظات كلها، فالمحافظات كلها بتتمرن يعني. مثلا احنا عندنا في تمارين في اسكندريه، وفي تمارين في القاهره شغاله لبتوع منتخب القاهره، وفي تمارين في وسط الدلتا والمحافظات دي. فكل المنتخب اي لعيب مصري بيتمرن حتى لو في محافظته. فالموضوع ده بالنسبه لك ان انت مثلا انا لعيب من اسكندريه مش مضطر ان انا اروح القاهره، لا في تمارين في اسكندريه. فبالنسبه لي مثلا موضوع السفر ده بيبقى هو تمرينه في الاسبوع ولا حاجه، او تمرينتين ثلاثه في الشهر اللي انت بتسافر فيهم. فالموضوع مش بيبقى ايه اللي هو جاي قوي على الكليه، لا انت بتعرف تروح الكليه وبتعرف، اي نعم مقصر شويه بس اللي هو ايه بتعرف تظبطها يعني. لا خلاص بقى ظبط الدنيا بقى الفتره الجايه يا احمد. مصر كلها ده مساعدنا جدا يعني. الف الف مبروك مره ثانيه يا احمد، وبالتوفيق. احمد حسن ابو شادي الفائز بالميداليه الذهبيه في منافسات بطوله افريقيا للتايكوندو البومز.